اشمعنى؟ يعني طب انا عندي سؤال تاني، ممكن يكون كتير من مشاهدينا دلوقتي بيتفرجوا علينا، هل في بلد عربي تاني عنده الموال ده؟ صحيح. في السودان زملائنا السودانيين اللي كانوا معانا في الامارات كانوا يعني بيعايرونا ان السفاره، انا السفاره اتصلت بيا النهارده عشان اروح اسجل صوتي واروح ادلي بصوتي في الاستفتاء. تمام. اخواننا العراقيين عندهم حق التصويت في الخارج. نعم. ف يعني دي دول بالمناسبه عندها مشاكل سياسيه اكتر من مصر بكتير، وعندها مشاكل اقتصاديه اكتر من مصر بكتير، نعم. لكنها بتحترم حق مواطنها في الخارج وبتدي له حق التصويت. استاذه حنان، لو انا اتبنيت، هفترض ان انا هتبنى وجهه النظر الثانيه، واخمن انه سبب من ضمن الاسباب لحد دلوقتي ان ما فيش حاجه تصويت للمصريين خارج مصر، وقلت لك مثلا اذا كان احنا مش عارفين نظبط الانتخابات او خايفين على الانتخابات اللي جايه دلوقتي دي، وخايفين من التزوير، واول مره هيبقى فيه مش عارف اجراءات كتيره جدا، ان احنا هنحاول بقدر الامكان ان احنا ما يبقاش في تزوير، ويبقى المجلس فيه زي ما العسكر او المجلس العسكري انا اسف، والجيش قال ان هو سيادة المشير قال انه احنا عايزين المجلس الشعب المره دي يبقى موجود منه من جميع الطوائف، ما يبقاش مكان واحد او حزب واحد او كيان واحد هو اللي مسيطر زي زمان. لو انا هفترض ان انا هقول لك الكلام ده وقلت لك في الاخر ادونا فرصه بس نعمل الانتخابات المره دي في مصر، وبعدين ان شاء الله ممكن نعمل ده في اللي جاي في اللي هو التصويت الخارج مصر، هتردي هتقولي لي ايه؟ هقول لك اول حاجه، انت بتكلمني على التزوير. طيب لو انا حنان كمال المقيمه نعم. دولة الإمارات العربية المتحدة، بس أنا البطاقة الرقم القومي بتاعتي مسجلة على فيصل، عظيم تمام؟ عظيم. هتضمن لي إزاي إن أنا وأنا بره صوتي ما يتزورش؟ مش فاهم تاني، معلش يعني أنا يعني آسف. بقى أنت فاتح باب للتزوير، لأن المواطن المغترب اللي هو عايز يصوت في مكان إقامته الحقيقي في الخارج هو مسجل على جدولك الانتخابية هنا، ومن السهل جدا تزوير صوته. يعني لا يعني انا بقول يعني لك، انا بقول لك ان ادونا فرصه، يعني ده لا دي نقطه، بس انا كنت عايزه اكمل كلامي. تمام. نمره اتنين، انت بتكلمني على اننا داخل في مرحله صعبه جدا، وده اول برلمان، وده البرلمان اللي هيعمل الدستور. تمام. انت بتكلمني انت عايز تمثيل كل الطوائف. أيوه. وانا سعيده جدا. تمام. انه احساسي انه مصر ممكن، يعني نامل ان المسار الديمقراطي يمشي فتبقى الفرد على صوت. عظيم. يعني يبقى الفرق بين مثلا الكتلة دي او الحزب ده او الحزب ده على صوت. نعم. يبقى ده قمة الديمقراطية، ان احنا داخلين في جدل سياسي، ده مش علامة سيئة ولا تفرق ولا ده معناه انه في حيوية سياسية. عظيم. طب ما 7 مليون صوت دول فين؟ بالمناسبة انا بس عايز اقول حاجة، لانه الحياة السياسية والكتلة التصويتية في مصر مش نشطة قوي. مبارك في الانتخابات اللي فاتت نجح ب 7 مليون صوت، 7,300,000 صوت، اللي هم اقل من عدد المغتربين في الخارج. وبالتالي يعني المغتربين دول كتله تصويتيه يعني نجحت رئيس دوله في انتخابات سابقه. نعم. ماليش دعوه بقى اتزورت ما اتزورتش، بس هم دول اللي نزلوا باوتوبيسات الحكومه، بالتزوير مش بالتزوير، هم دول اللي نزلوا حطوا صوتهم في صندوق الانتخاب، وحكمنا الرئيس مبارك الرئيس السابق بشرعيه 7 مليون صوت. طب مش في 7 مليون صوت تاني بره؟ دول يوزنوا. نعم. انت بتكلمني ان في دستور هيتعمل كويس. طيب انا ليه صوتي ما يبقاش محدد في هذا الدستور؟ يعني انا بقول لك اهو انه ممكن لو دخلنا مع مداخله سي، هنتخيل يعني احنا دخلنا عملنا مداخله تليفونيه مع الشخص اللي ايه، او الاشخاص اللي هم مش عايزين يعملوا التجربه دي دلوقتي، فبيقول لك، هو بيقول لك انه ادونا فرصه بس نعمل الانتخابات المره دي جوه بدون تزوير، ونجرب مره بدون تزوير، يعني بمعنى اصح، وبدون ما يبقى في كتله معينه هي اللي عايزه تخش وتسيطر على كل حاجه، وبعدين بعد كده نقدر نفكر في الفتره اللي جايه ازاي بقى نخلي عن طريق الكمبيوتر المصري المحترم اللي قاعد بره يبتدي يعني يخش عن طريق الكمبيوتر يصوت بصوته، او السفارات المصريه ان هي ممكن تستوعب ال7 مليون اللي موجودين في انحاء العالم. يعني لو قال لك كده او قال لك العذر ده منطق جبر الخواطر. عظيم. معلش، في الديمقراطيه وفي السياسه مفيش جبر الخواطر، في حقي وحقك. عظيم. يعني انا النهارده نفترض انه انا مواطن في الخارج، انا اامل ان الدستور بتاعي يبقى هيك وهيك وهيك وهيك، مش اقول. تمام. يعني بغض النظر عن رايي او راي اي مواطن اخر. عظيم. وانتخب برلمان، هذا البرلمان اعد دستور اللي هو محدد الدوله عكس تماما ما اريده، من يتحمل عبء اني لم اشارك في هذا الاستفتاء وهذا الدستور وهذا البرلمان اللي عمل الدستور ده؟ مين يتحمل العبء ده؟ مين يتحمل الذنب ده؟
يعني هتيجي تقولي عشان خاطري؟ لا مش عشان خاطرك، لان ده مستقبل الدوله مرهون بالكام شهر اللي جايين دول. عظيم. صح. طبعا. يبقى انا من حقي ان انا اشارك بصوتي. بس عايز اقول حاجه بجد مهمه جدا. اتفضلي. من يومين طلع رئيس بتفتح جورنان الاخبار الصفحه الاولى، رئيس اللجنه العليا للانتخابات، حق المصريين في التصويت في الخارج مساله سياده. طيب. مين رئيس اللجنه العليا للانتخابات؟ تصريحات. ايوه. اعطاء حق المصريين في الخارج في التصويت مساله سياده. طيب. سياده ازاي يعني؟ انا بقى سؤالي بالظبط من هذا السيد اللي ما قررش يعني لغايه دلوقتي؟ قصدي قرار سيادي. قرار سيادي. ده مين لحضرتك اللي قال الكلام ده؟ رئيس اللجنه العليا للانتخابات. طيب. قرار سيادي زمان يقول لك انه مثلا الرئيس السابق حسني مبارك هو اللي ياخد القرار تقريبا. ما هو المفروض انه ما هو في سلطه حاكمه. نعم. طيب السلطه دي يعني انا عايز اعرف بس سؤال، من السيد اذا هو قرار سيادي، من السيد اللي بيمنعني من حق التصويت؟ ده سؤال نمره 2. سؤال نمره 1. ممكن اقاطعك بس ثانيه واحده. هو الموضوع يعني ايه قرار سيادي في ان انا واحد مصري عايز يدلي بصوته؟ انا لا ده حضرتك تساله للي قال التصريح ده. واحنا داخلين حرب مثلا مع اسرائيل، هو احنا داخلين مثلا حرب نوويه ما اعرفش مع مين يعني بس مش فاهم. في هقول لك انا في مع احترامي طبعا للي قال يعني، انما بص انا هقول لك عايزين نفهم في كلام بيتقال كده غريب شويه، زي اصل احنا مش ضامنين ولاء المصريين في الخارج، وفيما يبدو انه في تخوين للمصريين في الخارج. او ان احنا مش ضامنين عمليه، اتقال قبل كده في تصريح مش فاكر مين، انه مش ضامنين عمليه شراء الاصوات، وكان المصري في الخارج اللي هو في غنى عن شراء الاصوات فعلا، حتى لو هو عامل بسيط عاده بيتحصل على قوت يومه، هو اللي هتشترى اصواته، في حين ان المصري هنا اللي احيانا بيكون فعلا محتاج لبيع وشراء الاصوات عشان ما بيتحصلش قوت يومه، هو اللي مش هتتباعه وتشتري. وما زلنا لحد دلوقتي خايفين انه يحصل ده في الانتخابات اللي جايه. بيبدا تبقى في نبره، اصل المصريين في الخارج بعدوا عن هذا الوطن زي ما بيتقال عن بعض رموز المصريه اللي عاشت بره، وبالتالي هي لا تشعر بالام المواطن الفقير، وكانه انا اتحرمت من حقي في الجنسيه، يعني لان انا بعدت شويه عن الوطن رغم ان انا مصريه يعني. نعم. الجنسيه. نعم. المصريه لا تمنع ولا يعني. ففي خطاب ضد المصريين في الخارج. المصريين في الخارج بالمناسبه بيعيشوا تجربه مميزه جدا يعني، اذا يعني للسفر 7 فوائد فعلا، بيشوفوا تجارب. بيشوفوا حياه فيها سيستم اكتر احنا بنفتقده هنا، بيشوفوا اداره جيده في بعض المجتمعات، بيشوفوا رخاء، بيشوفوا علاقات اجتماعيه ممكن تكون افضل او وزي أسوأ. ما انا قلت بيغيروا على بلدهم، نفس بلدهم بيشوفوا تبقى تجربه. لا في خطاب هنا انه المصري في الخارج انت مش ضامن شراء الاصوات، انت مش ضامن. في الحقيقه يعني من الاخر دي مساله اراده سياسيه، انت عندك اراده سياسيه لتحقيق الديمقراطيه ولا لا؟ احنا 35 مليون ناخب. لما تخصم منهم 7 أو 8 مليون، احنا 35 مليون وتخصم منهم 7 أو 8 مليون، ده تقريبا خمسهم كتله تصويتيه كبيره. انت ليه بتهدرها؟ نعم. انا برايي ان دي مساله اراده سياسيه. تعالى بقى ننقل، انا كنت عايزه اقول لك مشهد الاخبار ده. ايوه. لان دي الصفحه الاولى. كويس. الصفحه الرابعه، ارتفاع تحويلات المصريين في الخارج ل 12.6 مليار دولار. أيوة. طيب يعني احنا البقره الحلوب مثلا اللي عماله تبعت تحويلات، وزي ما انت قلت ان هي تاني اكبر مصدر دخل لمصر، في حين ان انت بتحرمني من كل يعني بالمناسبه المصري في الخارج يشعر انه محروما من الوطن اجمالا. يعني انا كنت ببقى نفسي اشم هوا مصر، مع انه في تلوث وفي مشاكل وفي زحام وفي، انما برضه نفسي اشم هوا مصر، بس برضه مشتاقلها في مصر. يعني انا كنت بقوم من النوم مفزوعه، نفسي اسمع صوت الدوشه بتاعه القاهره. نعم. يعني انا محرومه من الوطن اجمالا، نفسي ولادي يتعلموا في مدارس مصريه، يعني نفسي ان مدرسينهم نفسي ابني حي العالم في المدرسه الصبح ويقول بلادي بلادي، ما يقولش النشيد الوطني الاماراتي، مع احترامي طبعا لدوله الامارات اللي استضافتني وكانت كريمه في استضافتها، بس في الاخر انا نفسي ابني يعني نفسي احسب كل حقوق المواطنه. فتيجي كمان وبنبعت تحويلات للداخل، وبالاضافه لده بعد الثوره على طول اخواننا في السعوديه عملوا حمله لدعم البورصه المصريه، لانه شوف قد ايه هم كانوا حريصين وجمعوا مليار دولار. اخواننا في الامارات كنا بنفكر في تاسيس شركه يعني دعم الاقتصاد المصري، ما كناش عايزين ندعم البورصه بس كنا عايزين ندعم الاقتصاد بشكل اجمالي يعني. نعم. وكان في اتفاق مع بنك مصر ان هو يدير هذه الشركه، ده غير التحويلات. كل ده كل ده كل ده، وتيجي في الاخر تقول لي لا اصل انا خايف ان انت يباع ويشترى صوتك، اصل انت مش مصري قوي، اصل انت بره فمش تحت السيطره. يعني الموضوع بجد، هو احنا قدام سؤال، احنا داخلين على ديمقراطيه ولا لا؟ في حقوق مواطنه ولا لا؟ السياده للشعب ولا لحد تاني؟
دي كلها دي ثلاث اسئله مهمه جدا اي صاحب قرار لازم يحطها في اعتباره. نعم. اي انتخابات انت داخل عليها بقى في سؤال تاني مهم جدا، المطعون في شرعيتها. يعني اولا اي محامي هيرفع قضيه في القضاء الاداري بالطعن على شرعيه هذا الاستفتاء او هذه الانتخابات او هذا الكيت الذي لم يشارك فيه المغتربين اعتقد انه هياخد حكم. نعم. ما تقوليش مساله سياده، لانه السياده للشعب والسياده للقانون، والقانون ما يديش الحق لحرمان اي مصري من حقه في الانتخاب. كويس. فانت بتحط نفسك في مأزق ان انت داخل على انتخابات سهل قوي تطعن في شرعيتها. وعلى فكره احنا في الامارات كنا بنفكر، ويعني وفي ناس شغاله على ده، ان احنا هنرفع قضايا. يعني عايز اقول لك في ناس هتموت ان انا انا صوتي ده. في ناس ابتدت ترفع قضايا. انا صوتي ده هو مساله حياه وموت. انا قبل الاستفتاء باربع ايام دخلت على الفيسبوك في حوار مع احد الاصدقاء، قال لي طب ما تنزلوا. اتخانقت معي بصراحه، يعني اتخانقت مع، لان انا لو هقدر انزل عشان ادي صوتي في الاستفتاء في 100,000 مصري تاني بيشتغلوا عمال وبيشتغلوا في مهن قليله وممكن ما يقدرش يتحمل 3,000 درهم تذكره الطياره ده اذا قدر ياخد اجازه من شغله. طب الناس دي اهدر ليه حقها؟ بالمناسبه انا عملت نصيحه صديق ده وبعدها باربع ايام كنت حاجزه ونزلت عشان ادي صوتي في الاستفتاء. يعني انا نزلت عشان ادي صوتي في الاستفتاء لان هو انا كنت حاسه انها هتبقى مساله حياه او موت ان انا ادي صوتي. انا سايبك تتكلمي لانه واضح انك عايزه. لا، لانه بجد هي مساله. تمام. احنا اتغربنا غصب عننا. صحيح. يعني كلنا كنا نامل ونعتقد ان بلدنا يعني فيها طاقه، يعني البلد دي ممكن كلنا نشتغل فيها ونكون سعداء. عظيم. وما مش هقول لك ان احنا يعني مسافرين بره علشان احنا حابين الحياه بره ولا مش عارفه ايه، لا. اغلبنا لان عنده اولاد ولان هو مش مستحمل هزات الحياه اللي بتحصل هنا من يوم والتاني في مصر. او ان هو مضطرا مسافر بره. وكل واحد يعني بتشوف مثلا كل واحد يقول لك انا اخر سنه، انا ابني والله مره روحت من الشغل لقيته مجمع هدومه في شنطه و ومستنينا يعني نرجع انا وبابا، وقال انا انت سبت بلدكم بس انا مش هقدر اسيب بلدي انا راجع مصر. عنده كم سنه؟ يعني 7 سنين 8 سنين. ما شاء الله. فيعني حتى اطفالنا بيبقى نفسهم يجوا مصر. فاحنا يعني اخر مره كنت في الامارات امتى؟ قبل الاستفتاء باسبوع. طيب الناس هناك جيرانكو، الناس الجنسيات الثانيه او المصريين اللي انت قعدت معاهم وقعدت تتفقوا مع بعض، الحوار اللي دايما اللي كان بيتقال ايه عن مصر في الوقت ده؟ بعد ثورة كنا كلنا متفائلين قوي. الجنسيات التانية كانوا بيقولوا لنا كلام، يعني كنت قد ايه فخور. يعني جالنا صديق اردني مره قال لنا انا بقيت فخور ان انا عربي على حس الثوره المصريه، لانه الثوره دي لو حصلت في اي بلد يعني لو حصلت في انجلترا كانت هتتكسر، لكن شوفوا قد ايه انتوا عملتوا ثوره سلميه متحضره واثبتوا للعالم ان احنا مش ارهابيين. نعم. يعني اكتشفت ناس كتير كانوا بيتعاملوا معانا، يعني مثلا تبقى انت بتشتغل مع ناس انت مش علاقتك وطيده بيهم، بعد الثوره يبقوا حريصين انه يجوا يتعرفوا عليك ويتكلموا معاك ارفع راسك. وان انتوا اثبتوا ان احنا كنا شايفين ليه الشعب المصري ما بيتحركش، انتوا اتحركتوا. الدكتور عمرو هاشم ربيع خبير بمركز الاهرام للدراسات الاستراتيجيه معانا على التليفون. صباح الخير يا فندم. دكتور عمرو. دكتور عمرو. دكتور عمرو للاسف للمره الثانيه مشكله التليفونات، وغالبا احنا الظاهر بنكلمه اهو بيكلمنا من موبايل، فمعلش يعني سامحونا ان الموبايلات اليومين دول فيها مشاكل في المسجات وفي عندكم مشاكل دي في الامارات؟ عندكم الحاجات دي مشاكل يعني في الامارات؟ بص مصر بتعيش شويه مشاكل عاده. كمليني والنبي انطباع الناس لما حصلت الثوره. الانطباع كان ايجابي. انا يعني جارتي سوريه مثلا في يوم تنحي فسمعتني فجات لي قالت لي يعني ايه، فقلت لها ان انا فرحانين جدا، فراحت الست بعت لي تورته. حلو جت بفايده. وكل يوم تيجي تكلمني وبعدين تكتشف انه الناس كلها عندها امل كبير في مصر، وكانوا شايفين انه النظام السابق يمنع مصر من انه هو يعني ان الناس كلها كل العرب يعني احنا المصريين طبعا كان عندنا امال عظيمه، يعني كان عندنا تحركات، يعني كنا بنفكر مثلا ان هنروح نلف على رجال الاعمال الاماراتيين نقول لهم تعالوا استثمروا في مصر للدرجه دي. طبعا. ونجمع قوايم وهنروح مش عارفه ايه. دلاله ابو غزاله مثلا اللي هي صحفيه هي مش مصريه يعني في الحياه، فتكلمني تقول لي طب انا عايز اعمل اي شيء يدعم الاقتصاد المصري.